نجدد لكم التحية مرة أخرى بهذا الانطلاق المتميز وبهذه الفعاليات للأخوة المشاركين بالفعل. هذه أعداد هائلة، شعارات معروفة أيضا تتنافس بهذه الرياضة، رياضة الهجنة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. انطلاقة موفقة مشاهدينا الكرام. جائزة هذا الشوط سيارة مساهمة من السيد محمد بن زايد المنصوري المساهم لهذا الشوط، ونحن في طريقنا مع المراكز الأولى، مع المنطلقة في هذا الشوط في صدارة المركز الأول. الشاهينية تعود ملكيتها هنالك. المركز الأول زاهية لجار الله بن سالم المكسور في المركز الأول في انطلاقتها، ومحتلة المركز الأول يليها مباشرة في المركز الثاني. هنالك الصغيرة، الصغيرة سيد عمر بن عكور السوداني أيضا يشارك في ثالث المراكز، ولكن أرى اللي انتقلت مباشرة إلى المركز الثاني. الفاخرة، الفاخرة يا سلام لنواف بن نايف العتيبي المحتلة الآن المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، إلى المركز الرابع. أرى في هذه اللحظات الشاهينية للسيد عبد الله بن حمود الجحافي هي اللي محتلة المركز الرابع. ننتقل مباشرة مشاهدينا مستمعينا الكرام إلى المركز الخامس، المركز الخامس الشحانية للسيد عنزان بن محمد النعيمي هي من تحتل المركز الخامس. إذا نتيجتنا مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى المتألقة والتي لها المنافسة في صدارة هذا الشوط. بالفعل هذه المنافسة المشرفة التي تجمع الأشقاء في هذا المهرجان الكبير. إذا مسيرتنا لازالت مع مقدمة الشوط، مع انفرادة المركز الأول التي محتلة مقدمة الشوط زاهية. زاهية هي التي لازالت محافظة على المركز الأول من بداية الانطلاقة، وهي المسيطرة، كل السيطرة على زمام الأمور. بالفعل زاهية، زاهية بأدائها المتميز، بعرضها المتألق في صدارة هذا الشوط. زاهية لسيد جار الله بن سالم المكسور في صدارة هذا الشوط. هنالك الملاحقة من المركز الثاني، أرى اللي وصلت الشاهينية لعبد الله بن حمود الجحافي في ثاني المراكز. المركز الثالث يا سلام، الفاخرة، الفاخرة تعود ملكيتها لنواف بن نايف العتيبي، ولكن التسلل مسموح، التسلل مسموح يا العتيبي، وحد يستسلم وحد يكمل، حد ينطلق بهذا الشوط. هنالك اللي وصلت في المركز الثالث، هنالك شقرة لأحمد بن سعيد بن زايد المزروعي في ثالث المراكز. اللي وصلت في المركز الرابع، هنالك غزلان للسيد سعيد بن عامر النيادي في رابع المراكز. والمركز الخامس، المركز الخامس يا سلام، صيحة للسيد عبد الله بن سلطان بن سيف المشغوني هي من تحتل المركز الخامس. إذا مشاهدينا الكرام نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع صاحبة المركز الأول، نعود عند اللي غيرت وانتزعت زمام الأمور بهذا الشوط. هنالك الشاهينية لعبد الله بن حمود الجحافي في صدارة هذا الشوط. 1200 متر يا مضمرين على نهاية هذا الشوط، الشوط اللي فيه المنافسة، فيه الإبداع، فيه القوة والتحدي. ولكن يا هل ترى من سيحظى بسيارة هذا الشوط؟ المساهمة من السيد محمد بن زايد المنصور. شكرا للمساهمين في هذا المهرجان الكبير، ونعود مع المقدمة، نعود مع مقدمة الشوط والشاهينية لعبد الله بن حمود الجحافي التي لا زالت محافظة على المركز الأول. يليها مباشرة هنالك غزلان لسعيد بن عامر النيادي من تحتل المركز الثاني والمركز الثالث. أرى اللي وصلت شقرة لأحمد بن سعيد بن زايد المزروعي، ولكن أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول،
اعود مع اللي متنافسين على صدارة الشوط، هنالك غزلان التي غيرت الى المركز الاول، هنالك غيرت بالفعل هذه غزلان وانتزعت المركز الاول 400 متر الاخيرة التي تتبقى على نهاية الشوط، وبالفعل يبدو ان غزلان اقرب للشوط، هي الاقرب للسيارة، ان لم يكن اللي في ثاني المراكز هنالك شقرة، ايضا السيد سالم بالويهي العفاري اللي احتلت المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن اعود مع غزلان لسعيد بن عامر النيادي، هي من تزع المركز الاول، تهانينا الف مبروك للسيد سعيد بن عامر النيادي على فوز غزلان في المركز الاول، جاء في المركز الثاني شقرا لسالم الويهي العفاري، المركز الثالث الشاهنيه لعبد الله بن حمود الجحافي، المركز الرابع اللي وصلت في المركز الرابع هنالك عرجاء لسيد حمد بن علي بن طناف الدرع، المركز الخامس، المركز الثالث هنالك السبع لخلف بن سالم بالبلوش المزروعي، هي من احتلت المركز الخامس. اذا تهانينا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء لفوز غزلان في المركز الاول وحصولها على السياره بهذا الشوط، توقيتها الزمني مشاهدينا مستمعينا الكرام لحظات الوصول، التوقيت الزمني 6 دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا لسعيد بن عامر النيادي على فوز غزلان في المركز الأول، جاء في المركز الثاني في هذه اللحظات، اللي في المركز الثاني اللي هي شقرة قطعت المسافة ب6 دقائق 19 ثانية 38 جزء من الثانية، تهانينا لسالم بالويهي العفاري والتي وصلت في المركز الثالث، هناك الشاهنية بالفعل قطعت المسافة ب6 دقائق 19 ثانية 8